مشاريعها هي الحقوق فينا هي مشاريعها هي الحقوق فينا هي. إفران وعلى طول الطريق الوطنية رقم 8 يجتمع سكان دوار أيت طلب سعيد التابع للجماعة القروية بن صميم في اعتصام مفتوح، مطالبين السلطات المعنية بتسوية ملفاتهم العالقة ودفع تعويضاتهم ومستحقاتهم. دابا حنا بغينا غير الحقوق ديالنا يعطيوهم لينا، ما طالبين حتى شي حاجة، بغينا غير حقوقنا في السلالية. هادي 7 سنين وهما كيجروا فينا، هادي 7 سنين وهما جالسين كيجروا فينا. دابا شوية كيقول لك ما يعطيوناش كاع الفلوس، شوية هذا وعينا خويا، بغينا غير الحقوق ديالنا. أنايا را أنا عاوني يوسين المسؤوليات، أنت ما زيرت الجموع أديك بني داخل هذا خشين نكون هنا ذا الطلاب رزقنخ نكون هنا الشين ونو في ما ينشا ونو في ما ينسوى. أراضي شملتها قرارات نزع الملكية، كما يطالبون أيضا بتنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 82603000 والذي يطالب فيه السادة الولاة والعمال بتسوية الوضعية القانونية والمالية التابعة للجماعات السلالية والمخصصة للتجهيزات والمرافق العمومية المنجزة من طرف الإدارات والجماعات الترابية. طلبنا بالسكن تيقول لك ما من حقكمش السكن، طلبنا بالعائدات المادية تيقول لك حنا ما في ديناش، راكم في الدعاوي شي دعاوي ما شفناهم. وحنا دابا كنتمنى وكنلحوا التطبيق الدورية اللي جات في 25 يوليوز في 1915 اللي كطالب باش كاع العائدات اللي دات الدوله، مثلا بحال هذا التيران بحال لونيب بحال طريق، المهم داكشي باش حنا نتوصلوا بالعائدات ديالنا. ممتلكات تم استغلالها في تمرير بعض المشاريع الاقتصاديه والوطنيه استفادت منها بعض المؤسسات العموميه والاقليميه دون ان تدفع المستحقات لاهاليها، سواء صغير سواء كبير سواء معوق سواء هجله سواء مجوج سواء ما مجوج، كنا واقفين وتنطلبوا الحقوق ديالنا. السلطات المحليه والسلطات الاقليميه ما كدير معنا حتى شي حاجه، اعتصمنا في 2012 واعتصمنا في 2013 كتعطينا غير حلول ترقيعيه، حلول صحيحه ما كاينه شيء. وحنا عاوتاني جينا عاوتاني نجددوا الاعتصام ديالنا ورغم ذلك مازال ما شفنا حتى شي حاجه. دوار أيت الطالب سعيد من اغنى الدواوير بالمنطقه من حيث الوثائق والمستندات والافقر من حيث معاناه ساكنتها مع الفقر والحاجه، ساكنه تنتظر متى تصرف مستحقاتها التي طال انتظارها، والى ان يتحقق ذلك يبقى ابناء ذوي الحقوق موزعين على المؤسسات الخيريه، اما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه اتجه بعضهم للتسول بحثا عن لقمة العيش.